بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله نبدأ اليوم في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وسنقرأ السورة التي سميت باسمه عليه السلام. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. اتفقنا أن بداية السور التي كانت فيها هذه الحروف المقطعة اختلف فيها العلماء، ومنهم من يقول إن هذه الحروف هي التي ركب منها القرآن. نعم. تلك آيات الكتاب المبين. نعم، هذا الذي تقدم من هذه الأحرف هي آيات الكتاب البين الواضح المكتوب المجموع بين دفتي المصحف، حفظه الله سبحانه وتعالى من التحريف والتبديل. نعم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من بيان هذا القرآن أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن قرآنا عربي وبأفصح لسان، وهذا مما اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره لهذه الأمة، أن يكون هذا القرآن هو خاتم لهذه الكتب. فكل من له عقل يتدبر ويعقل لابد أن يرجع إلى هذا القرآن ويتدبر ما فيه، ومن هذا العقل والتدبر أن ينظر في قصص القرآن، ومنها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وما في هذه القصة من العبر والعظات. نعم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله سبحانه وتعالى يقص على هذا النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أحسن القصص. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى، يقول: عجبا عندما تنظر وتقرأ في كثير من كتب المفسرين ما أدخلوا في هذه القصة من الإسرائيليات التي هي في الأكثر وفي الأغلب فيها كذب، وكيف يؤخذ عن هؤلاء الذين من ما كانوا عليه أنهم يقتلون الأنبياء ويتكلمون عليهم، وممن تكلم يعني بني إسرائيل عليهم يعقوب عليه الصلاة والسلام ما سلم منهم، مع أنه هو إسرائيل ما سلم منهم، فما بالك بقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن أحسن القصص هذا الذي جاء في القرآن، لا نتعداه. نعم. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من آياته أنه يأتي بأخبار وقصص الأمم السابقة، هذه آية له عليه الصلاة والسلام: أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لم يأتي نبي بهذا الترتيب إلا يوسف عليه الصلاة والسلام. أبوه نبي وجده نبي وأبو الجد نبي، بل هو أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إبراهيم الخليل، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف عليه الصلاة والسلام، هذه القصة من اللطائف أن القصة بدأت بإيش؟ برؤية، وانتهت بتعبير الرؤية. إذن بدأت القصة برؤية وانتهت بتعبير، قال هذا تأويل رؤياي من قبل وقعت الآن. نعم. إذن تبدأ القصة برؤية رآها يوسف عليه الصلاة والسلام وعبرها يعقوب عليه السلام، وانتهت بوقوع هذه القصة كما عبرها يوسف عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال: يا أبتي
إني رأيت 11 كوكبا، هؤلاء أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، والشمس والقمر. الشمس أبوه ولا أمه يا شيخ عادل؟ إيش رأيك؟ الشمس هو الأب أو الأم؟ ما رأيكم أنتم؟ انتظر. أولا المذكر، الشمس مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. أي شيء تريد تعرف أنه مذكر أو مؤنث ترجع عليه الضمير، تقول الشمس ضوءها ولا ضوءه؟ ضوءها، إذن مؤنث، إذن الأم، الشمس هي الأم. والقمر هو الأب. صفية رضي الله عنها، صفية بنت حي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تدخل في الإسلام، قبل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت نائمة واضعة رأسها في حجر زوجها، وقامت فزعة، فقال لها: ماذا بك؟ قالت: رأيت القمر ينام في حجري. فلطمها: من القمر؟ أول الرؤية بأنها ستتزوج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذن القمر هو من؟ هو يعقوب عليه السلام. نعم، رأيتهم لي ساجدين. تقدم معنا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام أن السجود لا يمكن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فسجود الملائكة عليهم السلام لآدم عليه الصلاة والسلام هي عبادة لله، سجدوا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا السجود كان في هذه الأمم من باب التحية. نعم، رأيتم لي ساجدي. هذه هي الرؤية التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم، هذا من قول يعقوب عليه السلام، أنه خاف أن تكون بينهم شحناء أو يدخل بينهم الشيطان، ووقع كما حصل أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يقصص هذه الرؤيا على إخوته. نعم، فيكيد لك كيدا. نعم، هذا أول أمر. بعد هذا، نعم: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لو تنظر في كل يعني موضع ورد فيه الكلام من يعقوب عليه السلام تجد أنه يذكر الله سبحانه وتعالى في كل القصة، كل موضع يأتي ذكر يعقوب عليه الصلاة والسلام فيه يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، ويتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويذكر التوحيد. نعم، إن الشيطان الرجيم سمي بهذا الاسم لأنه يرجم بني آدم من طريقين: إما الشبهات أو شهوات، ورجيم لأنه يرجم بني آدم، أو أنه مرجوم مطرود من رحمة الله. نعم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. استنبط من هذه الرؤيا يعقوب أن الله سبحانه وتعالى اجتبى يوسف عليه الصلاة والسلام واصطفاه واختاره أن يكون نبيا ورسولا على ما سيأتي عندما بلغ أشده. والثاني يعلم من تأويل الأحاديث، وهذا علم. نعم. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. الفضل للمتأخر، فضل للمتأخر وللمتقدم. نعم، أتمها على آبائه وأتمها عليه. نعم، وكان فيهم قلنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. نعم. إن ربك عليم حكيم. عليم بالظواهر والبواطن، عليم بمن اختصه الله سبحانه وتعالى بالنبوة والرسالة، حكيم أن الله سبحانه وتعالى له الحكم والحكمة. نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. من السائلين؟ الذين
يسأل إما بلسان الحال أو بلسان المقال، لكن يسأل للتعلم والعمل، لأن هناك نسأل الله عافية السلامة أناس معرضين لا يسأل ولا يريد يتفقه ولا يتعلم، لكن أناس يريد يسأل ويتعلم ويتفقه وينظر ما في هذه القصص من العبر والعظات ويعمل بها. نعم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. طيب، هم إخوة ليوسف عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا الأشقاء يوسف وبنيامين، هؤلاء أشقاء، وأخوه يعني الشقيق أحب إلى أبينا منا، يعني هذا شيء بدر منهم وقالوه. نعم. إن أبانا لفي ضلال مبين. نعم، قالوا أنه يعني مخطئ في هذا. نعم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. هذا الآن المرحلة الأولى، مرحلة التخطيط، بدأوا يفكر يخططوا كيف يخلو لهم الجو مع أبيهم ولا ينشغل عنهم بمحبة هؤلاء الإخوة الأشقاء يوسف وبنيامين. قالوا اقتلوه، إذا قتلتم يوسف عليه السلام يعني يخلو لكم المحبة والكذا، أو اطرحوه أرضا يعني انفوه في مكان يعني بعيد حتى ينساه يوسف يعقوب عليه السلام وتخلو المحبة لكم. نعم، يعني هذا كان الاقتراح الأول القتل، قلنا مرحلة تخطيط، والاقتراح الثاني أن ينفوه. نعم. وتكونوا من بعده قوما صالحين. قبل المعصية وقبل ارتكاب الجريمة حتى يعني يسولوا لأنفسهم هذا، قالوا ثم بعد المعصية تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويغفر الله سبحانه وتعالى لكم، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. هذا من باب أن يهيئوا لأنفسهم هذا الأمر ويسهلوه. نعم. وتكونوا من بعده قوما صالحين. نعم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. هذا الاقتراح من أحدهم، اقترح أقل الضررين وقال الأقل يعني القتل شيء عظيم، فخذوا الأخف، القوه فيه بئر يلتقطه بعد السيارة، يعني من يسير من أرض فلسطين إلى أرض مصر حتى يخرج من هذه الأرض وينساه يعقوب عليه الصلاة والسلام. نعم. إن كنتم فاعلين. نعم، قال هذا الذي يعني أقل شيء تفعله وهذا الأفضل. نعم. والآن انتهت مرحلة التخطيط وبدأوا في مرحلة التنفيذ، اتفقوا الآن على أن يضعوه في غيابة الجب. نعم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. الظاهر والله أعلم أن يعقوب عليه السلام كان يخاف على يوسف عليه الصلاة والسلام ولا يجعل يخرج مع إخوته، فقالوا لماذا أنت تصنع هذا؟ نحن ننصح ليوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نعم، ورغبوه في أنهم ينصحوا له ويحفظوه ويخرج يوسف يتنزه ويأكل ويلعب. نعم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال عندي المانع الأول
أني لا أقدر على فراق يوسف عليه السلام، أن هذا أمر صعب، أحزن عندما يكون بعيد عني. الثاني أخاف أن يأكله الذئب، تتركوه وتلتهوا عنه باللعب. نعم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. نعم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذه أول بشارة ليوسف عليه الصلاة والسلام. في الأول عندما قص عليه الرؤيا ذكر له هذا يعقوب عليه الصلاة والسلام، الآن جاءت البشارة من الله سبحانه وتعالى حتى يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني لا يبكي أو يتعلق بإخوته. وفي هذه البشارة أنه سيجتمع بهم ويحصل له الذي رأى في الرؤيا. نعم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. لماذا جاء عشاء متأخرين؟ هذا عمدا منهم، أنهم يعني أكله الذئب وتأخروا كذا ولم يأتوا مبكرين. جاءوا أباهم عشاء يبكون، هذا الأمر الأول. نعم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. إنا ذهبنا نستبق، إما يتسابقوا بأرجلهم أو يتسابقوا مثلا في الرمي، وتركوا رحمة بيوسف وحتى يستأنس عند المتاع، ثم قالوا أن الذئب هو الذي أكل يوسف. وجرى مثلا عند العرب يقولوا براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام. نعم. اتهموا الذئب في أكله. نعم. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني لابد أن نقول لك هذا الكلام ونبرئ أنفسنا مما أنت لا تريد أن تصدق. نعم. ما نقول لك. نعم. وجاءوا على قميصه بدم كذب. هذا الموضع الأول الذي ذكر فيه القميص، وجاءوا عليه بدم كذب، آية وبينة على أن يوسف عليه الصلاة والسلام أكله الذئب. نعم. انظر يقول إلى أن المعصية كيف تجر أختها. بدأوا بمعصية واحدة، وضعوا في غيابة الجب، وشيء فشيء فشيء وكذب وكذا، إلى أن انتهت القصة بأنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. نعم. ظهرت القرائن ليعقوب عليه الصلاة والسلام أنهم كذبوا عليه، وأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يمت. وتذكر يقول أيضا من القرائن أنه تذكر الرؤيا التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقلنا أنه في كل موضع يذكر الله سبحانه وتعالى، ووعد أنه سيصبر صبرا جميلا، لا يتسخط ولا يجزع، لا بلسانه ولا بقلبه ولا بجوارحه. الصبر الجميل أنه لا يشكو أيضا إلى الناس، يشكو إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. سيارة يعني قافلة تسير من أرض فلسطين إلى أرض مصر. أرسلوا واردهم لأنهم دائما يعني يقدموا رجل يهيئ لهم الطعام والشراب والمكان، فأرسلوا واردهم نعم فأدلى دلوه نعم. قال يا بشرى هذا غلام. نعم، استبشر بهذا الغلام. ثم أن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام جاءوا وادعوا أن يوسف عليه الصلاة والسلام هو عبد آبق، وأخذوا منهم دراهم معدودة، يعني شيء لا يذكر، لأن غرض هؤلاء ليس المال، الغرض هو التخلص من يوسف عليه الصلاة والسلام وأنه يخرج إلى أرض مصر. نعم. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. نعم، أخفوه على أنه بضاعة من بضاعهم التي ساروا بها. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يعني أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. الذي اشتراه من مصر عزيز مصر واستوصى به خيرا، وأوصى زوجة هذا، أوصى زوجته بأن تكرم هذا الغلام، إما أن يكون من جملة العبيد أو يكون يعني يتبنوه يكون ولد لهما. والظاهر يقول ابن سعدي رحمه الله والله أعلم أنه لم يكن لهما ولد. نعم، والله أعلم. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. يعني الآن يعيش في هذا البيت معزز مكرم يتعلم و يكون له من تأويل الأحاديث من علوم الكتب السماوية وما إلى ذلك من تأويل الرؤى وغير هذا من العلم. نعم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومحنة تتلوها محنة تتلوها منحة. نعم، والله غالب على أمره، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا قدر له الأسباب. نعم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. عندما بلغ يوسف عليه الصلاة والسلام القوة والقدرة الجسدية والعقلية آتاه الله سبحانه وتعالى النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. نعم، وكذلك نجزي المحسنين، يعني أنه يوسف عليه الصلاة والسلام من المحسنين الذين أحسنوا في عبادة الله ثم أحسنوا إلى عباد الله. نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. الآن عندي سؤال، أيهما أعظم محنة واختبار؟ المحنة الأولى عندما وضع في غيابة الجب وكانت بينه وبين إخوتي هذا، أو هذه المحنة، أيهما أعظم؟ ها، الثانية، لأن الأولى اضطرارا والثانية اختيارا. يعني الآن المرض حادث يحدث لك، أنت مضطر، إيش تصنع؟ تصبر تصبر صحيح. أما هنا يختار، إما أنه يمشي في هذا الطريق
الفواحش، نسأل العافية والسلامة، أو يسلك طريق أهل الحق. إذن هنا اختيار، فالمحنة هذه أشد من المحنة الأولى. نعم، قال راودته، يعني هذا معناه أنها تكرر هذا الأمر عليه التي هو في بيتها عن نفسه، ثم هيأت كل شيء نسأل العافية والسلامة لهذا الأمر الفاحش. نعم، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. إخواننا، تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى اختار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واصطفاهم، وأن الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر. وإذا كنا ننزه بعض الصالحين عن المعاصي، فما بالك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما تجد في كتب بعض المفسرين من الكلام والقصص من الإسرائيليات والكذب. طيب، ما بقي لك في العلم إلا أن تفهم هذه الآية وهم بها. يا أخي، اعتبر هذه من المتشابه. أليس الله سبحانه وتعالى قال ولقد راودت عن نفسه فاستعصم، صح أو لا؟ ثم النساء شهدوا ليوسف عليه الصلاة والسلام بماذا؟ قالوا في آخر القصة عندما سألهم الملك، قالوا ما علمنا عليه من سوء، يعني لا قليل ولا كثير. ثم علماء اللغة يقولوا ولقد همت به وهم بها لولا. إذا ما هم بها أصلا، فهم هي. نعم، تقول لولا الله لحدث كذا، صحيح؟ إذا ما حدث شيء من هذا، وهذه القصص والخرافات والكماء، ولا يمكن أن يقال هذا في حق صالح من الصالحين، فبان نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، ماذا قال هنا في أول؟ اسمع القصة إيش يقول. يقول استعاذ بالله، معاذ الله، يقول أعوذ بالله، خاف من الله أولا لأنه أحسن في عبادة الله، ثم إحسان إلى هذا الذي تربى في بيته. إنه ربي أحسن مثواي. كيف يحصل من يوسف عليه الصلاة والسلام خيانة لهذا العزيز الذي أواه في بيته وأطعمه؟ نعم، إنه لا يفلح الظالمون. لا يفلح الظالم الذي يتعدى من الحلال إلى الحرام. نعم، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. بالله اسمع، كذلك لنصرف، من صرف عنه؟ الله سبحانه وتعالى. وماذا تريد أن تقول بعد هذا؟ نصرف عنه السوء والفحشاء. ثم شهد له الله سبحانه وتعالى أنه من عبادنا المخلصين، اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره الله سبحانه وتعالى. نعم، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. أيضا عندما رأى أن الأمر يعني قد يؤدي إلى ما هو أكثر، ماذا صنع؟ استبق الباب، خرج، حاول الفرار، تعلقت بثوبي. بعد هذا ماذا نقول؟ لا يمكن أن نقول إلا هذا القصص الحق الذي جاء به الله سبحانه وتعالى. نعم،
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. استبق الباب وألف يا سيدها، يعني السيد هو الزوج. يقول في القديم في هذه الأمم الزوجة لا تنادي الزوج باسمه، تقول يا سيدي، تمام؟ طيب، وألف يا سيدها لدى الباب. الآن هي استخدمت الآن إيش؟ الحيلة. قالت ما جزاء من، ما قال فعل، أراد، دفعت عن نفسها وعن يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم، قال فقط إرادة، هو ما فعل ولم أفعل. أراد بأهلك سوء، يعني لابد أن تدافع عن عرضك. ثم اقترحت عليه ماذا يصنع بيوسف عليه الصلاة والسلام، إما أن يسجن أو عذاب أليم. نعم، قال هي راودتني عن نفسي. الآن هنا دعوة وهنا دعوة، هذه تدعي ويوسف عليه الصلاة والسلام أيضا يدعي، الآن لابد للفصل بينهم. نعم، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. بدأ بالأمر الذي يكون في تبرئة لها، وهو من أهلها، شاهد ومن أهلها، وبدأ بماذا؟ بأنه إذا كان قد القميص من الأمام فهي الصادقة. نعم، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. نعم، هذا الأمر الثاني، الترجيح الثاني. نعم، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. قال إنه من كيدكن، هذا قول يقول العزيز، إن كيدكن عظيم. نعم، وهذا قول يقبل أنه يؤخذ أو يترك. نعم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يوسف ثم أمر العزيز، أمر يوسف عليه الصلاة والسلام بأن يسكت عن هذا الأمر، قال أعرض عن هذا وانسى هذا الأمر ولا تتحدث ولا تخبر أحد، ووجه الكلام لها لزوجته بأنها تتوب، استغفري وتوبي عن هذا. نعم، وبهذا انتهت القضية. نعم، إنك كنت من الخاطئين. نعم، وظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. الآن انتشرت القصة وانتشر الكلام، وبدأ كيد هؤلاء النساء، والله أعلم على ما يقول ابن سعد رحمه الله أنهم ما أرادوا هذا الكلام، فلما سمعت بمكرهن، هم ماذا أرادوا؟ المكر والكيدة، إيش أرادوا؟ أرادوا أن ينظروا إلى هذا الذي فتنت به هذه المرأة، كيف يكون؟ لأنهم عندما قالوا لا هذا الكلام، هذا فقط يقول حتى يعني هي يعني تثار وتخرج لهم يوسف عليه الصلاة، فإذا رأوا يوسف بعد هذا هم سيحكموا، وإلا يعني كيف تكون هي في هذا المقام والزوج في هذا المقام، وهذا يعتبر عبد وغريب وكذا، وكيف تنزل هي من هذا المقام إلى مقام كذا؟ لا،
هم لم يطرأ على بالهم هذا، هم أرادوا أن ينظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، ولهذا هي فطنت لهذا عندما سمعت بمكرهن. ماذا صنعت؟ نعم، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. نعم، اعتدت لهن متكئا أماكن للجلوس والاتكاء والفرش، وضعت لهم الطعام، وآتت كل واحد منهن سكينا، ولعله يقول أنه كان هناك شيء يعني يقطع، لهذا آتت بالسكاكين عمدا هي. نعم، ثم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. فلما رأينه في هذه الصورة وفي هذا البهاء وهذا الجمال الذي خلق الله سبحانه وتعالى عليه، أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله، معاذ الله أن يكون هذا ليس ببشر، هذا ملك. نعم، إن هذا إلا ملك كريم. نعم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ثم الآن هنا اعترفت وقالت هذا هو الذي يعني أنتم كدتم له، ورأيتم الآن هذا الذي حصل. نعم، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يعني بعد أن بينت جمال يوسف عليه الصلاة والسلام الظاهر، أرادت أن تبين لهم وتبرهن جمال يوسف عليه الصلاة والسلام الباطن. ولقد راودته، يعني تعمدت هذا الأمر وكررت هذا الأمر مرارا وتكرارا، وهو متقي لله سبحانه، استعصم، يمتنع غاية الامتناع. بينت الظاهر عندما خرج، والآن قالت لا، ليس هذا فقط، عنده جمال في الظاهر في الباطن أجمل من الظاهر. نعم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. الآن جاءت مرحلة التهديد، إما أنه يفعل أو السجن. نعم، ماذا صنع يوسف عليه الصلاة والسلام عندما ضاق الأمر عليه؟ التجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعا. نعم، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لأن النسوة بدأوا يتكلموا مع يوسف عليه الصلاة والسلام حتى يصنع هذا الأمر مع زوجة العزيز، فدعا الله سبحانه وتعالى والتجأ إليه وكان مستجاب الدعوة عليه السلام. نعم، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نسأل العافية والسلامة، لأن الجاهل الذي يقدم لذة ساعة على ما الله سبحانه وتعالى عده للمتقين. نعم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منكم، يجعلنا وإياكم منهم، وأن يحفظنا وإياكم. نعم، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. السميع لدعاء عباده، العليم بنياتهم وأحوالهم وضعفهم.
نعم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الآن بدأ لسادات يوسف عليه الصلاة والسلام أنه يسجن حتى ينتهي هذا الأمر، وأنه رأوا أنه ما يمكن ينتهي هذا الأمر إلا بسجن يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. ودخل معه السجن فتيان. دخل معه السجن فتيان أي شابين. نعم. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. التمس في يوسف عليه الصلاة والسلام الإحسان في عبادة الله ثم الإحسان إلى عباد الله، وطلب منه أن يعبر لهما الرؤية الأولى ثم الثانية. نعم. لكن اغتنم يوسف عليه الصلاة والسلام هذه الفرصة في أول الأمر تلميحا، وفي الثاني تصريحا. في أول الأمر قال هذا الذي آتاني الله سبحانه وتعالى من هو أين هو؟ هو في السجن، في السجن، وش يثني على الله سبحانه وتعالى؟ صحيح أو لا؟ إذن خارج السجن من باب أولى. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله يقول المسجون من سجن عن ربه. فهو في السجن الآن وبدأ يتكلم بهذا الكلام لهما، أولا قلنا تلميحا ثم تصريحا يدعوهم إلى التوحيد ويذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني سأعبر هذه الرؤى في أقرب وقت، قبل أن تأتي لكم وجبة الغداء أو العشاء سأعبرها لكم، لكن عندي كلام سأذكر لكما. نعم. ذلكما مما علمني ربي. قال هذا ليس بجدي واجتهادي، هذا من فضل الله، تبرأ من حولي ومن قوتي، هذا من فضل ربي. في السجن يقول هذا من فضل ربي. نعم. وهذا الذي يعني قالوا أن نراك من المحسنين، قال هذا ليس مني وليس بجدي ولا باجتهاد، هذا من فضل ربي. نعم. فضل ربي علي أنا وعلى آبائي وأجدادي. نعم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. بدأ الآن بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قلنا أولا تلميحا ثم تصريحا أنه يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن من خالف دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اتخذ أصنام ومعبودات ليس لها شيء من خصائص الربوبية، إلا أن هؤلاء سموا هذه المعبودات آلهة لا تنفع ولا تضر. نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ساروا
على هذه الطريقة، على طريقة التوحيد. إذن اجتنب الشرك وسار على طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. من شيء، لا قليل ولا كثير. نعم. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ليس بجدنا ولا باجتهادنا، ولن يدخل أحد الجنة بعمله. وقلنا هذا الكلام يقوله وهو في السجن، والآن بدأ يصرح لهما بالتوحيد. نعم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله هو الواحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد. القهار مشيئة الله سبحانه وتعالى هي النافذة، قهر كل شيء. نعم. وهذه المعبودات قلنا ليس لها إلا هذه الأسماء أنهم قالوا عنها آلهة، لا تنفع ولا تضر. نعم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. الحكم الشرعي والكوني. نعم. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. هذا التوحيد، نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله. نعم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهو من الذين علمهم الله سبحانه وتعالى، ولهذا يعلم الناس ويدعو الناس إلى التوحيد، وهذا هو واجب أتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، في أي مكان، في أي زمان، في أي موضع يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك. نعم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وهذا الذي يجب عليه يكون الدعاة والمفسرين والرقاة. اليوم الراقي يأتي بعض الناس ويقول مريض وعندي كذا وكذا، الأصل أن يبدأ معه بماذا؟ بالتوحيد، يعلق بالله سبحانه وتعالى، يقول لابد تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ولابد كذا وكذا وكذا، وأنا عبد لا أقدم ولا أؤخر. وأنت عندما تأتي إلى الراقي تخرج من 70,000، صح أو لا؟ المفروض يقول له هذا. ويقول الرقية ليست خاصة بإنسان بعينه، لا، يعني عندما كنت أنت صغيرا الآن عندما تمرض يذهب بك إلى الراقي؟ لا، الأم أمية ممكن تكون لا تقرأ ولا تكتب، ما تصنع، تقرأ عليك وتنفث، تقرأ إيش؟ الفاتحة، والفاتحة رقية. ولا نحتاج أن يكون عندنا محلات ودكاكين نكتب عليها رقية وكذا، صحيح والله، ولا بد أن نعلق الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفي. عبر الرؤية الأولى ثم عبر الرؤية الثانية. الأول عبر له الرؤية بأنه سيسقي ربه أي سيده خمرا، والثاني يصلب فتأكل الطير من رأسه، ونظر في هذه الرؤية وعبرها، ثم قال لهما قضي الأمر، يعني انتهى. وهذا من علم الله سبحانه وتعالى الذي علمه يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. واحدة واحدة، هذا من الأخذ بالأسباب، صح ولا؟ ما تعلق بمخلوق يا أخي، هو أخذ بالأسباب، قال اذكرني عند ربك، ثم ما وجه اللوم إليه. عندما جاء هذا ورجع إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وقال يوسف أيها الصديق أفتنا، قال له لا، أين أنت؟ ها أوصيتك صح وقلت لك توسط، لا، هو أخذ بالأسباب، وهذا لا إشكال، بل أمرنا بالأخذ بالأسباب. قال اذكرني عند ربك، أذكر له قصتي أنه حصل معي كذا وكذا وكذا وسجنت ظلما، صح أو لا؟ لا نأخذ بالأسباب. بعض الناس يتكلم على هذا الموضع ويقول لك كيف، فلبث في السجن بضع سنين، البضع عندهم من 3 إلى 9، والله أعلم هي كانت 7 أو غير 7، لا ندري، لا نزل. فأنساه الشيطان وذكر ربه، يعني نسي، وهذا أمر كتبه الله وقدره الله سبحانه وتعالى. وقلنا هذه القصة من أحسن القصص، أراد الله أن يوسف عليه السلام يبقى في السجن، وعندما جاءته البشارة الأولى ما أجاب، قال أتوني به، قال ارجع إلى ربك فاسأله، ما أراد أن يخرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مكان يوسف الأجاب عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يخرج وهو ظاهر براءته، نعم عليه الصلاة والسلام، نعم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكل. نقف هنا ولا؟ طيب. أظن ما نستطيع أن صعب، لأن بدأ الآن يعني بالرؤية، وثم بعد هذا يعني هذا نصف القصة تقريبا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطل وارزقنا اجتنابه. أنا أريد تذكر لي بعض الفوائد اللي استفدناها اليوم. من يذكر لي أي فائدة مستفاد؟ نعم يا أخي، وانت واقف. يقول أن كثير ممن يذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وقصة يعقوب عليه السلام لا ينبه الناس على هذا الأمر. يعقوب عليه السلام ما يوجد يقول مقطع أو موضع أو ذكر له إلا يذكر الله ويتعلق به. يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن يدعو للتوحيد، وتسمع اليوم وترى في الأخبار من إذا سجن أو حصل له كذا قطع وشق الجيوب صح وقال أين حكام العرب؟ ماذا تريد منهم؟ صح، تعلق بالله سبحانه وتعالى، ولابد أن نذكر الناس بالتعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم جزاك الله خير. يقول أهم شيء استفدنا اليوم التعلق بالله لا بغيره، والدعوة إلى التوحيد، والتحذير من الشرك حتى في أصعب المواقف، حتى في السجن. جزاك الله خيرا. نعم نعم، وقلنا أنه محسن في عبادة الله، ثم أحسن إلى عباد الله وتذكر هذا الذي آواه وجعله في بيته وأمنوا على زوجته وعلى كذا. نعم، وقلنا ما يمكن أن يقال هذا أحيانا في حق رجل من الصالحين، فكيف بيوسف عليه الصلاة والسلام؟ نعم أخي، وانت واقف. نعم عليه الصلاة مو صديقك هو، قل يوسف عليه السلام. نعم نعم، يقول عندما
أظهرت لهم جمال يوسف الظاهر، قالت لا، بل عنده جمال في الباطن أعلى من الظاهر، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. قالت عنده جمال في الباطن، بل يقول بعض العلماء رحمهم الله أن جمال يوسف عليه الصلاة والسلام أدخله السجن، صح؟ والتوحيد والإيمان والعلم والتقوى هم كان سبب خروجه من السجن. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني جمالا علما. تمام، ها يا أخي، أهمية تقوى الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ترك يعني هذه الأمور التي قالت هيت لك، يعني كل شيء تهيأ. وذكر ابن سعد رحمه الله هنا أنه هيت لك امرأة جميلة وهيئة المكان، سيدة في قومها، وهو غريب لا يؤبه به ولا يدري عنه، وغلقت الأبواب وصنعت وصنعت، ومع هذا اتق الله سبحانه وتعالى وقدم تقوى الله، وقال ما يمكن أكون من الجاهلين، وقدم شهوة ساعة أو لحظة على ما أعد الله سبحانه وتعالى المتقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وغننا بفضلك عمن سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا عن أنفسنا طرفة عين أبدا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.